أهلا وسهلا بكم إلى هذا الموعد الجديد من المنتدى الثقافي الذي سنخصصه اليوم للحديث عن الفن التشكيلي في الجزائر. إلى أين وصل الفن التشكيلي في الجزائر؟ ما هو واقعه؟ هل عندنا فنانون تشكيليون في الجزائر؟ وهل عندنا جمهور يتذوق هذا الفن؟ من يقصد قاعات عرض اللوحات الزيتية التي يعرضها هؤلاء الفنانين؟ من يصنع الذوق العام؟ من أجل نقاش في الموضوع معنا اليوم الأساتذة، معنا الأستاذة عدناني رزيقة. أستاذة عدناني رزيقة هي أستاذة فلسفة، أصدرت العديد من الكتب، منها كتاب تعطيل العقل في الفكر الإسلامي، وهي تشرف الآن كل سنة على الأيام الفلسفية بالجزائر. ستخصصون هذا العدد للحديث عن الجمال. أهلا وسهلا بك. معنا ثانيا الزهري الأبتر. الزهري الأبتر هو شاعر صحفي، صاحب دار النشر اهتمت بنشر الشعر ثم أغلقت أبوابها. من كتبه الكثيرة عندنا العودة إلى الأغواط، وعندنا الملعقة. أهلا وسهلا بك الزهري. أهلا وسهلا. وعندنا ثالثا الفنان عمار بوراس، كما قلت هو مصور محترف وفنان تشكيلي، له العديد من المعارض منها رسائل الحب. أول ما نبدأ به هو صفحة عن الفن التشكيلي في الجزائر مع كاتيا عباد. إليكم. يعتبر الفن التشكيلي من أرقى الفنون، فهو مرآة صادقة تعبيرية راقية وحضارية تنبثق أبعاده ودلالاته من واقع الشعب وتاريخه وانتمائه وأحلامه. الفن سنوري سا يدوك لي مورس، ولما تشوفي انسان مهتم بالفن ما تلقايه عنيف، ما تلقايه انسان سيء. الفن يربي الانسان بطريقه او باخرى، يعني ينمي فيه حب الاخر، حب الانسانيه. دونك سي توت اون استراتيجي بور لاتر هومان. دونك الفن بالنسبه انا بالنسبه لي الفن هو الانسانيه. لكن ورغم أهمية الفن التشكيلي في مجتمعنا، إلا أنه أضحى اليوم يعاني ركوداً فنياً بسبب عدم الميل والاهتمام بهذا العالم الراقي، وكذا غياب ثقافة الاستثمار في اللوحة التشكيلية ولسوق يروج لها، زيادة على النقص الكبير في أروقة العرض والمتاحف المتخصصة التي تعد حافزاً للإبداع عند الفنان التشكيلي. ماذا بينا تكون الأكثرية من الجزائريين اللي يحبوا يسنتيراس برك، مش يسنتيراس واش راهم يديروا لي زارتيست هادوما اللي راهم عايشين درك العصر تاعهم. مازال ما كانش هذيك لا كيوريوزيتي هذيك. هذا وقد أجمع فنانون تشكيليون على أن الريشة الجزائرية باتت تتطلب اليوم استثماراً حقيقياً، سيما ما يسخر به تراثنا العريق. والسوق الفن بماذا يكون؟ لازم تكون اولا كريتيك دار، اون ستركتور دو كريتيك دار. لما يكون نقد فني، كتابات على الفن، في الفن يتطور اوتوماتيكمون، فيكون سوق للفن. وايضا ما ننساوش ان لو بروبليم مشكل اقتصادي عند الجزائري ايضا، لكن هذا ماهوش اون ريزون باش ما يهتمش بالفن. الفنان هو عامل الدور تاعو، يجي الان على السلطات ولا توفر له هذا الجو، يعني يفو فير دي كونكور ici à l'étranger. يفو كل الفنان يقيس وين راهو لاحق، باسكو قد ما يخدم هو لهنا هو وحده ما عرفوش واش كاين على الاكستيريور، اي بي با ما يقدرش يزيد يطلع. والفنان قد ما يكون المنافسة وتكون لا كريتيك دار، سيك لا كريتيك دار سي تري امبورطون، باسكو عنده الطموح باش يزيد يطلع اكثر واكثر.
فالمشكل الذي تتخبط فيه الفنون التشكيلية مسؤولية جماعية، وعليه لابد من إحداث صحوة فكرية وتنويرية في هذا المجال لإعادة إنعاش الفن التشكيلي، حيث تبقى المدرسة فاعلاً أساسياً لتكوين ناشئة مبدعة وذواقة لهذا الفن. لما تربي الطفل على حب الفن من صغره فيكبر اوتوماتيكمون مع هاد الفكره تاع الفن توجد في حياته، صافي بارتي تاع في، يعني كيما ياكل كيما ينوض صباح يشرب الماء ايتو، الفن اوسي يدوفيان حاجه مهمه في حياته، فهو يبحث على الاروقه وتولي الاروقه تتطور وتتواجد الاروقه لانه فيه اهتمام. الفن التشكيلي هو الجمال ذاته وما تكتنزه تعابيره من معاني الخير والإنسانية. يا عمار بوراس، إلى أي مدى يمكن أن نتحدث عن الفن التشكيلي عن اللوحة ونقول إن الأمر ضروري بالنسبة للإنسان الجزائري؟ ممكن نتحدث عن رفاهية فكرية؟ ممكن، بس أدري ماذا؟ أعتقد أنها ليست رفاهية، يعني هي شيء أساسي، لأنه الإبداع الفني، الإبداع والفن عموما هو تغذية لأشياء فينا لا نستطيع تغذيتها بأشياء أخرى. يعني بالنسبة لي أعتقد أن الفن هو شيء ضروري، كما قالت الأخت اللي كانت في الروبورتاج، يعني يخلق فيك الإنسانية، يخلق فيك حب الآخر، يخلق فيك التفاعل مع الآخر، يعني لا كوميونيكاسيون مع الآخر، فكرة الآخر. هذه يعني الفن من بين الوسائل اللي تقوي هذه الفكرة. يعني هو شيء ضروري، مش حاجة ان لوكس. إذا تحدثنا عن ضرورة الفن التشكيلي وفنون أخرى وأداب أخرى في ترميم الذات، في صناعة الذوق، في بناء الجمال عند الإنسان، أستاذة رزيقة، من يصنع هذا الذوق؟ من يتحمل المسؤولية ويصنع إنسان يحس ناحية اللوحة بشعور معين هو الذوق الإنساني العالي؟ اولا اعتقد لازم نميزوا بين الذوق الجمال الطبيعي وذوق الجمال الفني، يعني جمال الاعمال الفنيه لي زوفر دار. ولكن نتكلموا عن الذوق الجمال الطبيعي، هذا عادي وتقريبا موجود عند كل الناس. اما ذوق الجمال الفني لو بو دو لار، دونك الجمال الفني، هذا يطلب ثقافه، يطلب تربيه. دونك اللي ما عندوش ثقافه، ما هي هذه الثقافه؟ انه يعرف التيارات الفنيه اللي تتحدث دونك عن الفن، يعرف لو ديسكور، الخطاب اللي يحب الفنانين بشكل عام عندهم خطابات يحبوا يوصلوها عن طريق اللوحات. وعندنا اتجاهات فنية، الكوبيزم، عندنا السوبريماتيزم اكسترا. دونك اللي ما يعرفش كامل هذه الثقافة بطبيعة الحال باش يتربى عنده ذوق الفني صعب جدا. نقدر نعطيك مثال، باغ اكزومبل لو كان اللوحة الفنية المشهورة اللي هي لو كاري نوار سور ان فون بلون، اللي هي المربع اسود على خلفية بيضاء لفلاديمير كازيمير باردون ماليفيتش، اللي عرضها سنة 1915. هذه اللوحة اللي ما يفهمش لماذا رسمها، وما هو الخطاب اللي يحب يوصله، ما هي الفكرة الفلسفية وراء هذه اللوحة، ما هي الدور اللي لعبته هذه اللوحة في مستقبل الفن بعدها.
لأن هذه اللوحة اللي هي اللي خلقت بعد ذلك الكوبيزم اللي تعرف به ولا عرفنا به بيكاسو باغ اكزومبل. دونك هذا الكلام الفني كامل والثقافة الفنية مهمة جدا إذا حبينا الإنسان يكون عنده ذوق فني. والمدرسة هي أول مكان يتعلم فيه الطفل الثقافة الفنية. أنا معي موضوع يتحدث عن الثقافة الفنية في الفنون التشكيلية مع أمال مرير، إليكم. لا شك أن أي فنان تشكيلي عندما يعرض لوحاته الذي يقضي شهورا في البحث والتجريب لتقديم إنتاجه الفني والإبداعي يبقى ناقصا ما لم يصل إلى الجمهور. فمعظم المعارض الفنية في الجزائر تعاني من غياب الزوار وغياب ثقافة الاهتمام بالفن التشكيلي. اون جينيرال في المعارض يجوني الناس اللي شويه كبار كيما المسن ديالي، ولا الفنان كيحط يعلق شويه كيما نقولوا اللوحات تاعو ماشي دائما راضي عليهم. انا ما نجيبش نقول لك باني راضيه 100% بالخدمه تاعي، مي لازم لي الاحتكاك مع الجمهور باش دائما يزيدوا لي باش نزيد نجتهد في هذا الشيء هذايا. تمتلك الجزائر العديد من الفنانين التشكيليين الذين كان لهم صيت عالمي أمثال سياخم وراسم وغيرهم، ولا يزال هناك فنانين موهوبين شباب متكونين بالمدرسة العليا للفنون الجميلة التي تعاني اليوم من عدة مشاكل وتسعى جاهدة لزرع ثقافة الاهتمام بهذا النوع من الفنون الجميلة على مستوى العامة من الناس. Moi je suis ici à l'école quand même ça fait 40 ans. On a toujours rêvé d'avoir une galerie pour nous pour pouvoir نوريو واش نعرفو نديرو واش نجمو نديرو. Une galerie permanente. Jusqu'à présent, on n'a pas réussi. Faute de quoi, à chaque fois, on cache les moyens. Chaque mois, une des expos permanentes où tous les jeunes peuvent venir assister. On peut faire des rencontres là-bas. On peut les inviter. On peut leur expliquer. On peut même faire des rencontres. On peut faire des sortes de petites, je sais pas, informations à ces jeunes, etc. Les recevoir, leur expliquer, etc. Mais malheureusement, on n'est pour rien. تعتبر التربية الفنية عامل مهم، فضرورة العناية بالجانب الفني للعملية التعليمية في اكتشاف المواهب وتنميتها وفي تنشئة أجيال قادرة على التذوق الفني. نطلب من المدارس justement les écoles primaires les écoles les CEM يجيو مرحبا بهم يشوفوا نحن on les invite à venir. Comment voulez-vous qu'un enfant qui n'a jamais vu une œuvre, qui ne sait même pas ce que ça veut dire une céramique ou une sculpture ou une peinture, demain il y a une exposition à Rejoufa. الطفل الصغير باغ اكزومبل توري له كتاب باغ اكزومبل عنده 4 سنين وتقعد قدامه وتقرا له الكتاب، وهذاك الكتاب فيه الوان شابين، كتيبه متحوفه، ديجا يعني يتعود على الحاجه اللي متحوفه اللي في وي اون بلوس اي سامبرين يعني دي فالور. يعد الفن التشكيلي مرآة يعكس من خلالها الفنان ذاته وإلهامه عن طريق ريشته التي تجسد روائع من اللوحات تعكس فنا في غاية الروعة والجمال. إلا أن هذا الفن بات يتطلب استثمارا حقيقيا باستحداث جوائز ونشر الثقافة الفنية المتحفية والزيادة في عدد أروقة العرض والمتاحف المتخصصة، وهذا لتحفيز إبداع الفنان التشكيلي الجزائري. أستاذ الزهري لبتر، هل المدرسة هي المكان الوحيد الذي يلقن الجمال بالنسبة للطفل حتى نتحدث عن مستقبلا عن رجل يتذوق الجمال؟ اعتقادي أن المدرسة هي مكان أساسي لكن ليست المكان الوحيد. أنا في نظرتي أن فيه ثلاث أماكن اللي هي تكون متكاملة إذا أردنا أن نكون فكرة الجمال وحب الجمال والذوق الجميل عند الطفل. المكان الأول هو الأسرة. لماذا؟ لأن طفل أو طفلة ينمو ويترعرع ويكبر في أسرة
توجد فيها داخل المنزل توجد فيها كل الأشياء التي تدور حول قضايا الثقافة، مثلا توجد فيها مكتبة، توجد فيها كتب، توجد فيها مجلات، توجد فيها لوحات، توجد فيها أشياء جميلة. أكيد أن لما هذا الطفل يكبر نظرته للجمال وذوقه لا يكون نفس ذوق الطفل الذي ينمو في أسرة لا توجد فيها أصلا هذه الأشياء، أولا الأسرة، ثانيا المدرسة واللي هي أساسية. أكيد أن الذوق والذوق والجمال وإرساخهم في 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 في, في الأطفال يكون على طريق المدرسة، على طريق التعليم. وإحنا نتكلم عن الفنون الجميلة، لكن ليست فقط الفنون الجميلة، لكن كل ما يدور حول الثقافة والأدب والفنون بصفة عامة. يعني لما طفل يتكون في المدرسة على الشعر الجميل وعلى الموسيقى الجميلة وعلى اللوحات الجميلة وعلى أفلام جميلة، أكيد أن هذا سيكون مهم بالنسبة لتربيته في المستقبل. المكان الثالث يظهر لي واللي هو كذلك مهم كثير هو المحيط. لما يكون المحيط متدهور، لما يكون في المحيط ليست موجودة أشياء جميلة، لما في المحيط لا نجد مثلا لما نمر في شارع لا نجد واجهات جميلة، دي فيترين، لا نجد دي زونسين جميلة، لا نجد لوحات جميلة، لا نجد على الجدران أشياء جميلة، أكيد أن هذا يلعب دور كذلك. أنا في رأيي أن التعامل بين الأماكن الثلاث هذه بصفة يعني بصفة ديالكتية يلعب دور كبير بالنسبة لتكوين وإرساء الذوق الجميل بالنسبة للطفل للأطفال. قضية التربية الجمالية عند الطفل أو تربية الذوق أكيد هي معقدة جدا، فطرحت أسئلة وإشكالات كثيرة في الـ VTR، منها قضية كيف نعمل ليصل الفن الى 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 الجمهور والى الاطفال بصفه. وهناك موجوده نظرتان، اولا النظريه الاولى هو كيف نجد الطرق اللي نخلي باش نجيبوا بها المواطنين الى المتاحف. الطريقه الثانيه كيف نخرج الفن من المتاحف ليصل الى الشارع. واليوم مثلا نلاحظ حتى على مستوى الجزائر العاصمه بعض الاشياء بدت هي كانت موجوده في السابق، ما يسمى الفريسك، اللوحات هذه اللي ترسم من طرف الجداريات من طرف فنانين في الشارع. الفريسك موجود من قديم وكانوا فنانين كثير، ربما حتى الاخ عمار بوراس كان شارك فيها، اللي مشهوره في الجزائر، منها الفريسك تاع مارتينيز اللي دارها في الجزائر العاصمة ودارها في البليدة وفي أماكن أخرى، وبازالوا إلى يومنا هذا يديرها مثلا في خلال اللقاء الذي ينظم كل سنة في بلاد القبائل اسمها راكونتار. هذه من جهة، ومن جهة ثانية اليوم فيه فن جديد راني نلاحظه، وهو ما يسمى بستريت آرت، يعني فن الشارع، فن الشارع. يعني وين فنان يمشي للشارع ويرسم على الجدار. دانزالي لبتر طرحت إشكالية مهمة، كيف يمكن سد براس، كيف يمكن أن نجذب الجمهور، وأنا أتحدث إلى فنان، كيف يمكن أجذب الجمهور إلى لوحاتي؟ هل القضية الأبدية في علاقة الفنان بالجمهور، هل ينبغي عليه أن يرتفع هو أنزل إليه في لحظة تاريخية معينة من تطور المجتمعات مثلا في الجزائر، هل ينبغي أن أنزل إليه حتى يفهمني؟ أعتقد أنه عمل صدر عمل وصول الفن إلى الجمهور، صدر إلى المتلقي لهذا الفن، ليس بالضرورة علاقة بين الجمهور والفنان، هو يعني يدخل في إطار عمل إعلامي، عمل صحفي، عمل يعني لازم الطفل الأفكار، صدير واش قال الأستاذ الزهاري واش قالت الدكتورة، يعني هي
عمل ديجا من 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 الطفوله، من الطفوله لازم نوجدوا هذا، يعني ما كانش ماشي واحد لازم يهبط عند الاخر ولا الاخر اللي يطلع عند الاخر، يعني سي الا كان ما عنديش ابجديه باش نقرا هذا الفن بطبيعه الحال ما نروحش نشوفه، صدير طبيعي. بار كونت لو كان قاعد تعلمته في المدرسه، لو كان عرفت شو هو تاريخ الفن، واش منين جات فكره المربع فوق الخلفيه البيضاء، يعني شيء هذه يعني افكار فلسفيه بالدرجه الاولى، يعني بالنسبه لي عفوا ان الفن هو فكره اولا وقبل كل شيء، هذه الافكار يتم كتابتها بابجديه خاصة بالفنان، يعني كي يكتب بحروف ما عندوش حروف، عنده ألوان، عنده ديزوبجي، عنده وسائل يعمل بها. إذا كان صدير ما يقدروش الناس يفهموا هذه الإبجدية، ألا يتحمل الفنان، وأنت فنان أعيدها المرة الثانية، ألا يتحمل الفنان مسؤولية صد الجمهور عن اللوحة الزيتية اليوم؟ لا أعتقد ذلك، لأن الفنان من يعني بتعريفه الأصلي فنان هو مبدع، هو عمله أنه يخلق، هو أنه يخلق الفن، هو أنه يكون صدير العمل تاعه خاص به، صدير مثل الشاعر لما الشاعر يكتب قصيدة شعرية، يعني ما راحش يعلم الناس كيفاش يكتبوا قصيدة شعرية، لكن الناس لازم يتعلموا كيفاش يقرأوا قصيدة شعرية. أنا بالنسبة إلي دوري كفنان هو خلق الأشياء، هو فعل الأشياء، قراءتها لا أستطيع أن أشرح عملي، لأنه يتطلب معرفة بتاريخ الفن، يتطلب أشياء كثيرة، وهذا سيأخذ وقتا كثير. يعني هي شكوى من بعض الفنانين مثلا في الجزائر أن الفنانين الجزائريين وبخاصة الجدد لا يستثمرون كثيرا في التراث الفني التشكيلي للجزائر، يذهبون مباشرة إلى التجريد كنوع من الحداثة، مواكبة ما يحدث في العالم. لا يعني ليس بالضرورة أيضا، لأنه هو قراءة الواقع، يعني نعم التشكيلي. نعم يعني نشوف مثلا وضع المدرسة العليا للفنون الجميلة، يعني كل عام عندك يخرجوا منها دفعة تاع 50 واحد أو 100 واحد، يعني اللي تحصلوا على الدبلوم من الفنون الجميلة، لكن بعد مرور 5 أو 6 سنوات ستجد منهم زوج فنانين أو 3 فنانين على الساحة، يعني إذا كان وصلوا صدير حتى وين خرجوا بديبلوم في الفنون الجميلة، معناتها مادام وصل صدير باش يدير التجريد هي حاجة، ليست لأنه ما يعرفش يدير حوايج أخرين، يعني كاين فيه تعليم أكاديمي، تعليم صدير يتبع مراحل معينة للوصول إلى الفكرة، صدير للوصول قبول فكرة مربع على خلفية بيضاء، يعني هي أشياء متكاملة. من وجهة نظر فلسفية فكرية، اللوحات والفنانون يعرضون لوحاتهم في مرحلة معينة كما قلت من التاريخ، يصبح الإغار في التجريد عقبة كبيرة في وجه الذوق العام، ونحن وأنت تتحدثين عن دور المدرسة، والأستاذ الزهري البطري يتحدث عن أدوار الأسرة والشارع والإعلام وغيرها من الوسائل. ما الحل للترميم؟ بمعنى أن هناك وضع سيء بقوسين، وأنا أمام فنان تشكيلي عليه أن ينجز، هل عليه أن يكون بسيطا سهلا واضحا حتى يقترب، أم عليه كما قال أبو تمام قيل له لماذا لا تكتب ما يقال، قال ولماذا لا تفهمون أنتم ما يقال؟ أنا الفنان لو كان ديروا له مثل هذه الشروط ما يقدرش يبدع، سي كلير. الفنان كما قال الأستاذ ما نقدروش نديروا له شروط نقول له دير هكذا ولا دير هكذا، لأن قلت. الإبداع أصلا تعريف الإبداع أنك تروح إلى المجهول، الإبداع ما تعرفش ماذا ستبدع، دونك ما نقدروش نديروا له الشروط. الآن لو كان نرجع لمسألة التربية، ما يكفيش أن الإنسان يروح يشوف لوحة، ذوق الفني سي أوتخو شوز، شيء آخر. ذوق الفني أسكو يتذوق اللوحة بحيث يقدر يوقف قدامها عدة دقائق ولا ساعات، بوكو با، ولا يشوفها هكذا ويجوز.
سي سا ذوق الفني. دونك يقدر الانسان يروح المتحف يشوفه كامل، مي يجوز حواس، مي واحد عنده ذوق فني يوقف قدام اللوحه ويكون عنده سنسيبيليتي، دونك حساسيه امام هذه اللوحه، لانه يحب يقرا ماذا تقول اللوحه، ما هو دورها في المسار التاريخ الفني، ماذا تريد أن تقول إلى آخره. وهذه دونك المدرسة ماشي يكفي أن المدرسة تعلم التلميذ يرسم ويدير ألوان، تعلموا يرسم ألوان سي امبورطون، مي تعلموا أوسي ثقافة فنية، الأفكار الفنية ماذا تقول وكيفاش تطورت وتاريخ الفن وكل المشاكل اللي يطرحها الفنان واللي يطرحها الفن. نرجعوا للفن المودرن، الفن حديث. الرمزي الفن الرمزي ما جاش هكذا كبرك، جاء لأنه عنده أسباب تاريخية. الفن قبل في العهد الإغريقي كان فن بالعربية محاكاة، يعني إليميتي بلوس لا ناتور، كان محاكاة للطبيعة. جاء نهار فلاسفة وفنانين قالوا نو، الفنان ما هوش مشروط أنه يحاكي أنه إليميت طبيعة، الفنان يقدر يروح إلى أبعد من ذلك. هكذا ظهر الفن التجريدي، أنه الفنان يعبر عن أفكار، يعبر عن أنيسبري في أفكار، وماشي بالسيف يعبر عن أشياء موجودة في الطبيعة. دونك فوالا الفن التجريدي هذا عنده معنى، عنده تاريخ، عنده هدف، عنده أن بوت. لو كان نفهموه الفن التجريدي ايفيدامون فاليمي نحبوه، ولا ما نفهموش نقول سي كوا سا، شنو هذه ما سي كوا. دونك الثقافة الفنية سي شيء آخر كامل، والمدرسة فيها ليبدا الثقافه الفنيه. في بلادنا ما نقدروش نقولوا في الاسره تبدا هذه الثقافه، لاننا في مجتمع وين هذه الثقافه غائبه كامل، دونك اون بو با نقولوا باللي الاسره تقدر توصلها. زاري البتر، عندما تذهب انت الى قاعه عرض لوحات تشكيليه، من يقصد هذه القاعات؟ كنت متمني نقول نقول كثير من الناس، لكن لا، المشكل اللي مطروح هو ابعد من هذا. قبل ما نطرق قضيه الاروقه ومن يقصدها، حبيت نعقب على زوج افكار بانوا لي مهمين كثير. اولا قضيه الفرز بالنسبه للنوع تاع 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 الرسم او تاع تاع اللوحات التشكيليه، هو تجريدي او واقعي الى اخره الى اخره. اعتقادي ان القضيه مش قضيه كم، ما يهمش ان الاغلبيه تاع الشبان اللي يتعاطوا الفن اليوم يتجهون الى المدرسه التجريديه، مش هذا هو المهم، لان هذا هو التاريخ اللي يحكم عليه. خلي الناس تتبع اي مدرسه كانت، ومن بعد الفرز سيقع في المستقبل. سي سكون ابيل لو تريدو لا بوستيريتي، يعني عمار كان تكلم قال باللي ربما من 100 واحد يخرجوا من المدرسه العليا للفنون الجميله بالجزائر، ربما 5 راح يظهروا على المستوى الوطني، وربما 2 على المستوى الدولي، والباقي يبقاو فنانين يتعاطوا الفن بالطريقه تاعهم. الشيء الثاني هو بالنسبه لدور المدرسه اللي اكدت عليه في التدخل تاعي السابق. المطلوب من المدرسة ليس أن تجعل من كل تلميذ بيكاسو أو إسياخم أو خدا أو موزار بالنسبة للموسيقى. دور المدرسة هو أن تهيئ الظروف لكل تلميذ، كل طفل يحمل في طياته بيكاسو أو خدة أو إسياخم أو عمار بوراس أن يصبح إسياخم أو عنده استعداد، تهيئ له الظروف باش يصبح هذا الفنان اللي هو حامله في طياته، اللي هو في 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 الداخل تاعو. الباقي ربما في 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 قسم تاع 30 ولا 40 طفل، ربما راح يخرجوا 3 ولا 4 فنانين كبار، والباقي يصبحوا مواطنين عاديين مثلنا. بالنسبة لقضية قضيه الاروقه، المشكل المطروح ان الاغلبيه، وهذا شيء مهم كثير، الاغلبيه تاع الاروقه الموجوده هي موجوده على مستوى المدن الكبرى وخاصه العاصمه، وهذا المفارقه، هذا المشكل مطروح بالنسبه لكل
الأشياء التي لها علاقة بالأدب بالفن أو بالأشياء الأخرى. فمثلا لما نتطرق إلى قضية النشر والكتب هو نفس المشكل، المكتبات الأساسية موجودة بالعاصمة أو بالمدن الكبرى، لكن تمشي على بعد 50-100 كيلومتر تخرج على العاصمة اتجاها جنوبا أو شرقا أو غربا فلا تجد ولا رواق واحد موجود. على أخذ على سبيل المثال مدينة أعرفها جيدا فيها 300,000 نسمة، مدينة عريقة، مدينة شعراء إلى آخره، مدينة يعني مسقط رأسية الأغواط، لا توجد في هذه المدينة، لا يوجد رواق للفنون التشكيلية، كما لا يوجد في ورقلة أو في ميلا أو في تيزي وزو إلى آخره، موجودين في الجزائر العاصمة. كيف تريد أن ترسخ الذوق الجمالي هذا اللي نتكلم عليه إذا كانت اللوحات التشكيلة كانت الأشياء هذه مش موجودة، مش في تناول الأطفال، مش في تناول المواطنين. نفس الشيء بالنسبة للمتاحف، عندنا في الجزائر العاصمة متحف واحد مشهور موجود منذ 1930، تصور ألا حسب كلام علي الحاج طاهر اللي هو باحث في تاريخ الفنون التشكيلية بالجزائر، يقول أن متحف الجزائر للفنون التشكيلية اقتنى 400 لوحة من سنة 1962 يعني منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، 400 لوحة من فنانين جزائريين، لوحات جزائرية في نفس الوقت الذي هذا المتحف من تاريخ إنشاؤه يعني في سنة 1930 إلى استقلال الجزائر 1962 اقتنى 800 لوحة. فما يعني الأرقام هذه معبرة. ثاني حاجة هو لما ترى متحف الفنون الجميلة بالجزائر الميزي دي بوزار اللي هو مشهور ومعروف على مستوى عالمي ومتحف جميل جدا، ما أصبحش هذا المتحف كيف أقول ما أصبحش يعطي أو يشرف صورة عاصمة مهمة مثل عاصمة الجزائر، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية شبه. اليوم احنا في حاجة أن ننشئ متحف بمقاييس دولية بأتم معنى الكلمة. هذا المتحف باقي متحف صغير لكن أنا بزوان ده نوتر ميوزي على 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 مثال الأوبرا تاع ألجي اللي تبنى أخيرا، لكن هذا لا يكفي، لا يكفي متحف واحد، احنا في حاجة إلى متاحف كثيرة، ومتاحف ليست موجودة فقط في المدن الكبرى وفي الجزائر العاصمة فقط، لكن متاحف موجودة في كل المدن الجزائرية على الأقل الكبرى. متحف فنون جميلة بورقلة، متحف فنون جميلة بعنابة، متحف فنون جميلة بتيزي وزو إلى آخره إلى آخره. هذاك الوقت ممكن نتكلم على هل الجمهور يذهب إلى هذا المتاحف في المتاحف في الوقت الراهن. أنا حسب تجربتي يعني لما نذهب إلى متحف الفنون الجميلة بالجزائر وهذا يطرح مرة على مرة نمشي نشوف، للأسف لا أجد جمهور كثير يذهب إلى هذا المتحف، لا أجد تلاميذ يأتون من المدارس. ونفس الملاحظة بالنسبة للأروقة الموجودة في الجزائر، وأخيرا صار لي زرت كثير رواق مشهور اللي هو رواق الياسمين اللي في بدل إبراهيم واللي عرض فنانين كبار منهم علي سلام منهم الهاشمي عامر إلى آخره إلى آخره، ما فيش يعني كثير. مشكل كبير. أستاذة رزيقة، كيف يمكن وأنت تتحدثين عن نظرية الجمال والتربية الجمالية، كيف يمكن للتربية الذوقية الجمالية أن ترمم هذه الأشياء التي انكسرت ونتحدث عنها؟ أعود دائما إلى المدرسة إلى الطفل، لأنه إذا كان الزهر يتكلم عن المتاحف سيفغي لازم نفتحوا متاحف إلى آخره، من المتاحف وبعد قاعد فارغة سسعاريا دون جمهور. دونك كيفاش الجمهور يجي الى المتاحف؟ باش يجي المتحف لازم يكون عنده ذوق فني، لازم يكون عنده معرفه فنيه. دونك جو روفيان توجور واعود دائما الى الثقافه الفنيه، انه الانسان يعرف ما معنى الفن وماذا اهميه الفن وعن ماذا يعبر الفن الى اخره. انا كي تشوف في البلدان المتقدمه الناس يديروا ديكو برا في البرد،
شحال من ربما ساعات باش يدخل يشوف معرض احنا فارغين. دونك لو بروبليم هو الجمهور اللي ما يجيش يشوف، مي ما يجيش يشوف با باسكو ما حبش يجي يشوف، باسكو ما على بالوش باللي مهم. لو كان تحكي له تقول له مهم وتبدا في المدرسه في وسائل الاعلام الى اخره نعلموه. احنا نعطيك مثال برك، درس عن الفن. انا اللي كنت استاذه الفلسفه ما عندناش في البروغرام، ما عندناش في البرنامج عن الفن. ما هو الفن؟ هل الفن يبحث عن الجمال دائما ام الفن يبحث عن شيء اخر؟ لماذا الفنان؟ ما هو دوره في المجتمع؟ علاقه الفن ديجا بالفن المعماري، باسكو العلاقه بيناتهم متصله، يعني ما كانش فرق، ما نقدرش نميزوا بين كيفاش نقول بيناتهم ان غولاسيون تري تري سوليد. وي دونك جو بونس، ونعاود ونكرر، الثقافة الفنية في المدرسة تبدأ من الصغر. والثقافة الفنية هي أنه يعرف نظريات، يعرف بعد يعرف الرسم ويعرف في مس إلى آخره. وما هوش مهم أن 40 تلميذ يكونوا فنانين، سي با سا لو بيت. لو بيت أن 40 تلميذ يعرف ما معنى الفن، ما دور الفن، يعرف شوية أفكار عن صحيح. الفن صحيح. وما ننسوش باللي في بلادنا تاني الجزائر ما عندناش الناس يهتموا باش يكتبوا عن الفن، كان يعني نقاد، ماهوش نقاد نو منظرون. منظرون منظرون في الفن. الفن يحتاج الى منظرين. لو كان نشوفوا اكبر الفنانين فنان ويكتب ثاني عن الفن، عنده كتب ويعبر عن وعلاش النظريه تاعو، واش تحب تقول، ما هو الهدف تاعها، وعلاش دار اسود اوليو دو ابيض الى اخره. ميم الالوان عندها المعنى وعندها. دونك حنا داخل ليكول تريز امبورطون، داخل التنظير الجميل الزهري لبتر والاستاذه رزيقه معنا فنان هو عمار بوراس. أحببنا أن نعرف الجانب الآخر من عمار بوراس، الجانب الحقيقي، جانب الفنان التشكيلي. إليكم بورتري لعمار بوراس مع أسماء إتيم. إليكم. عندما تتحول المأساة والجرائم الاستعمارية إلى فن يلهم الفنانين التشكيليين، الهدف منه محو ذاكرة النسيان. 24 درجة 3 دقائق 55 ثانية شمال، 5 درجات 3 دقائق و 23 ثانية شرق، هو عنوان المشروع. يعني لماذا هذا العنوان؟ المشروع هو حول التجارب النووية اللي دارتها فرنسا في الصحراء الجزائرية. انا ركزت على التجارب النووية تحت أرضية سوتيغان اللي داروها في عينيكار، عينيكار في الشمال تمنراست بحوالي 200 كيلومتر. وهذا الموقع هذا صديق هذا لونجيتيود لاتيتيود صديق سي هو نقطة ما يسمى بحادثة بيريل. حادثة بيريل هي إحدى التجارب من 13 تجربة اللي صرا فيها مشكل، انه الفرنسيين صديق لما قاموا بالتجربه كانوا يظنوا بلي ان الجبل يعني يتحمل قوه الانفجار ويبقى داخلي، لكن لشيء ما لا اعرف صديق لماذا في اخر دقيقه زادوا من قوه الانفجار صديق من قوه التجربه، مما سبب انشقاق في الجبل وخروج الدخان، يعني الدخان المشع، ويعني مشى على هناك من يقول على 200 كيلومتر من مكان الحادثة. انا فنان تشكيلي، مهمتي الاولى هي خلق صور بالدرجة الاولى. عملي ليس عمل تاريخي او عمل يعني وثائقي او اي شيء من هذا القبيل، هو محاولة ل الانتربريتاسيون صادير القراءة لما حدث وما يحدث الآن. أنا ما يهمني هو الوضع الحالي صادير في عينيك. أنا بديت المشروع تاعي في 2011، حتى سنة 2009 و2008 كان حول الجبل كان هناك سياج
صديق يقول للناس باللي هذه منطقة مشعة أو خطيرة يعني ما لازمش ندخلوا لها، ومدايرين سياج على مسافة 27 كيلومتر دائرة بالجبل بعلو حوالي 3 أمتار. اليوم صديق آخر سفر قمت به لتماك في هذا شهر جويليا هذا اللي جاز، لا يوجد ولا سلك واحد، ما بقاش في صور في نحت. نعم. يعني كيف تعاملتم معها وكيف حولتموها وستحولونها؟ نعم. إلى مشروع يعني فن. نعم. مهمتي الأساسية هي خلق الصور. ماذا خلقت؟ نعم. المعرض سيكون مشكل من 4 أجزاء. ستكون يعني كلها متصلة ببعضها البعض. الشيء الأول هو الصور الفوتوغرافية اللي بديت نعملها من 2011 حتى هذه الصائفة. نعم، حتى هذه الصائفة سيكون يعني في المعرض حوالي 13 أو على الأكثر يعني 17 صورة فوتوغرافية وفيديو فيديو بأربع دقائق، وفيه منحوتات صديق نقول دي زوبجي صديق دي فورم صديق دي أشكال مختلفة يعني. مختلفة هي هو عمل فوق الزجاج. نعم. لماذا اخترت الزجاج؟ لأنه في اعتقادي أنه من قال الصحراء قال الرمل، من قال الرمل قال الزجاج. نعم. وهناك أيضا أن الزجاج الشفاف، يعني أنا أريد صديق من هذا العمل أنه في يوم من الأيام يعني نعرف حقائق ما جرى، حقائق فعليا ما جرى. الزجاج في ألوان لأنه نعم هناك أزرق؟ لا يعني استعملت تقريبا كل الألوان، لأنه هذه التجارب في عينيكار كانت هناك 13 تجربة، وهذه التجارب هي عندها اسماء الدينون دو كود اون فادير اللي هما أحجار ثمينة الإمرود، صفير، بيريل. في عملي هذا صدير ناحية النحت، ناحية التشكيل يعني بالفوليوم اون فادير، هي محاولة لوضع النقطة على هذا التناقض بين صديق الجديري خطورة التجربة النووية وشاعرية الماس. سي عمر بوراس، ونحن نشاهد هذا الموضوع يلفت انتباهنا هذا الالتزام بقضية تاريخية إنسانية ووطنية. هل الالتزام هل هو شيء فيك دائم أم أنه جنوح إلى جانب تاريخي ثم تعود إلى الفن وإلى التجريد؟ في كل أعمالي تقريبا أعمل على مواضيع اللي تمسني بطريقة أو بأخرى، يعني في يومياتي في دومون كوتيديان تأثر فيا هاد الأمور. ونعاود نقول باللي صدير في هذا العمل صدير ليس البحث التاريخي اللي يهمني، صدير ليس عملي ليس كباحث عن الحقيقة حقيقة يعني تاريخيا بالأرقام وما شابه ذلك، ولكن بودي لفت النظر يعني بالنسبة لهذا العمل لما يجري الآن يعني في عينيكار وفي مناطق أخرى وين كانت تجارب كيميائية، تجارب ماشي بريزون شارج، دير مازلنا يعني في الخطر داير بينا ومازلنا نشوفوا في هذا المكان. كذلك هناك حقائق تاريخية لم تستطيع أن تتجاوزها، أثرت فيك فأوجدت هذا الفن. نعم هذا الموضوع خلق أصلا في إطار إقامة فنية في فرنسا،
كنت معروض باش نروح ندير إقامة فنية في فرنسا لمدة شهر في منطقة ناسها يهتموا بالزراعة، يهتموا بالزراعة البيولوجية صادير الاغريكولتور، وشفت الطبيعة تاعهم جوستومون صادير الطبيعة كيفاش كانت الاخضرار كيفاش كان، وخلقت صادير خلقت في راسي فكرة التناقض الموجود بين أرض صادير قاحلة، أرض افتقدت كل حياة تقريب يعني، وما زال صدير على الإشعاع النووي يقدر يقعد 1000 سنة أو أكثر يعني ما يروحش. سؤالي، وأنت العارف بخريطة الفن التشكيلي في الجزائر والمشتغلين به والفنانين، هل هناك من الجزائريين الفنانين التشكيليين من يستطيع أن يعيش ببيع لوحاته؟ هناك قليل جدا، والمشكلة أعتقد أنه في تذوق الفن وفي تشجيع الفنانين على خلق على فعل أشياء، أنه إن لم تكن يعني في إطار عمل يعجب صدير دون لو سونس، وين الناس يشوفوا طابلو، يشوفوا عمل فني يحطوه في الصالون تاعو يقول لك يمشي مع الريدو لا كولور تاعو صافا دونك نشريه. المشكلة ليست هنا، لأن الفن أبعد من ذلك، صدير الفن ليس ديكور، الفن ليس للتزيين، الفن هو أولا وقبل كل شيء أفكار يعني فلسفية، أفكار جمالية، أفكار شاعرية تنتجها بطريقة أو بأخرى، أحيانا لا تستطيع أن تبيعها يعني أنت تعرف مسبقا أنك لن تبيعها، ولكن تعملها مسبقاً لأنك تأمن بهذا الشيء. أنت هل تستطيع أن تحصل بعض مال ليوفر لك حالة معيشية معينة من خلال بيع اللوحات؟ لا، للأسف شديد ذلك غير ممكن، وأقول دائما أن حظي لي حظ كثير أنه أعيش بأشياء أخرى، صدير أعيش كمصمم صحفي يعني عندي أجرة آخر شهر، وأعمل الفن من أجل pour une satisfaction، صدير pour رضا ذاتي، رضا ذاتي يعني، لأنني لابد أن أعمل ذلك. وللأسف شديد يعني النقطة اللي ما تطرقنا لهاش كثير بتاتر هي فكرة أنه الفن لإنتاج الفن يجب مساعدة الفنانين، لأنه الفن يعني بالوضع الحالي صدير في كما يجري في كل العالم إجرائيا كيف تكون المساعدة؟ المساعدة هي أنه المؤسسات ديجا مؤسسات الدولة يعني مؤسسات وزارات إدارات تشتري الفن أولا، تشتري اللوحات وتشتري أيضا وتساعد صدير من ميزانيتها تساعد فنانين لإنجاز مشاريع فنية، لأن الفن ليس فقط أنك تشتري قطعة قماش على انطوال وتبدأ تخدم، سي فغي كسا كوت با ترو شير، ماشي حاجة يعني كبيرة بزاف، لكن لما تقوم بعمل يعني فيه بحث، فيه ربما تطرق لتقنيات جديدة، لأفكار جديدة، إنتاج الفن بطريقة أخرى، بطريقة حديثة، بطريقة معاصرة، ستجد نفسك حتما يعني بحاجة إلى المساعدة، لن تستطيع أن تفعل ذلك بنفسك. هذه المعادرة الزجاج اللي عملت فوقه، هل تعلم كم يعمل المتر المربع من الزجاج؟ 7500 دينار فروة، وأنا يعني لحد الآن مستعمل حوالي 10 أمتار يعني شيء لو لم تكن هناك مساعدة لن تستطيع أن تفعل. أنت تحب شيء فتدفع من أجله، لابد من ذلك. في قاعة عسل حسين بالجزائر العاصمة يعرض نصر الدين غزالي، هذا فنان كاريكاتوري، يعرض 200 لوحة من أعماله، ويستمر هذا العرض إلى 18 من هذا الشهر. زرناه في هذا المعرض ورجعنا ببورتري ثم أسئلة عن الكاريكاتور في الجزائر. إليكم. توزعت لوحات الفنان التشكيلي نصر الدين غزالي بين بورتريهات لمشاهير من أفاق متعددة ورسوم كاريكاتورية التزمت بواقع اجتماعي رافض لكل المظاهر السلبية فيه. إنها نظرة تقويمية
لسلوك الفرد. الهدف تاعي هو توعوي توعوي وخلاص، يعني ما نديرش كاريكاتير ساخر يعني باش نسخر بالغاشي ولا ما، يعني نحاول أدي وضي مهمات تربوية ترقوية، يعني الإنسان يقدر يستفاد من الرسوم هذه. يعني نحاول نوظف القوة تاع كاريكاتير اللي هي الرسم السهل الفهم والمواضيع السهلة والطرافة يعني والليمور، باش نوصل الفكرة بطريقة سهلة وبطريقة سريعة للإنسان اللي يتفرج للكاريكاتير هذه. الوضوح والبساطة وألوان عمقت المعنى في غياب لغة مكتوبة هي بعض مميزات الفنان التي جعلت اللوحة مفهومة حتى تجاوزت الحدود الجغرافية. يحاول غزالي ضمن مجموعة كبيرة من الفنانين الجزائريين في هذا الفن المزاحم للمقالات الصحفية تقديم نقد للعديد من المظاهر السلبية في المجتمع، سياسية واجتماعية وثقافية وحتى الرياضية، بكثير من السخرية في مواجهة الواقع اليومي في الداخل وكذلك في الخارج. الكاريكاتير في الجزائر انا من تقدر تقول من الدفعة الثالثة، يعني انا سبقونا الناس في الميدان هذا، كاين ناس بزاف اللي سبقونا استعملوا، خاصة احنا معروفين في المستوى تقدر تقول على الاقل العربي والمغاربي، لاباس يعني عندنا ناس سبقونا وكانوا يعني في المستوى وكانوا ناس متقبلوهم، يعني كانوا يستعملوا اليوميات الجزائرية بطريقة مقبولة والناس قاعد كانوا يتبعوهم، وكانوا جرائد كانوا يخدموا في جرائد وكانوا مواضيعهم كان تابعة للمجتمع، يعني كان المجتمع كان قابلهم. ومن بعد جاء الدفعة الثانية اللي تخدم خاصة كما على الانفتاح السياسي اللي صار في التسعينات، صار انفجار تاع عدد تاع الرسامين، وكنت كانت حرية التعبير وما زال لحد الآن إن شاء الله، ومن المرحلة اللي رانا فيها لحد الآن. لقد أوجد رسام الكاريكاتير في بلادنا له جمهورا، فيه من يفتح الجريدة أولا على الرسم الكاريكاتوري لفلان أو لعلان ثم يقرأ المقالات الصحفية فيما بعد. زهري لبتر، الرجل الكاريكاتير رسام الكاريكاتير هل هو فنان؟ هل هو صحفي؟ وبخاصة ونحن نتحدث عن رجل ملتزم بقضايا معينة اجتماعية ثقافية رياضية سياسية. هو يعني يعتبر فنان أكثر منه صحفي. هو في خلط ما بين الكاريكاتور ما بين الرسم الصحفي. الكاريكاتور فيه فرق ما بين الكاريكاتور مثلا ديلام سيتان كاريكاتوريز، ديلام كاريكاتوري رسام كاريكاتوري، وما يسمى بالديسان دو بريس يعني الرسم الصحفي، يعني يكون فيه موضوع نتقدم به الى فنان فيليستر يعني يرسم حول الموضوع هذا وينشر المقال مع الرسم هذا. كان فيه فرق بيناتهم. الكاريكاتيريون نتاع الصح قلال يعني مش موجودين كثير، لكن اللي يرسموا في الصحف موجودين يعني كثير. ولاحظت ان في الفي تي ار في موضوعين، يعني فيه موضوع الكاريكاتير والرسم الصحفي والشريط المرسوم، يعني ما شفناه بالنسبه للانتاج تاع سليم يختلف عن مثلا سليم. بالنسبه لي ليس رسام كاريكاتوري لكن رسام صحفي ان ديسيناتور دو بريس، لكن هو اكثر يعني يتعامل مع شريط المرسوم اكثر من الكاريكاتير. فغزالي مثلا هو بالنسبه لي هو رسام صحفي ديسيناتور دو بريس وليس كاريكاتوريست باتم معنى الكلمه. شكرا لك الاستاذ زهري لبتر، شرفتنا بالحضور والفائده جمه من خلال هذه المعلومات. استاذه عدنان رزيقه
شكرا لك على الحضور. بقي معنا سؤال هو بالنسبة للأيام الفلسفية حول الجمال، متى تكون؟ يوم 11-12 مارس المقبلين إن شاء الله. أين؟ في المعهد الفرنسي بالجزائر. معهد الفرنسي؟ الانستيتيو فرونسي، هما اللي يستقبلونا هذا العام. جميل. وأستاذ عمر براس شكرا لك. شكرا على الحضور. وأنتم مشاهدي الكرام شكرا لكم على المتابعة، نلتقي بعد أسبوعين إن شاء الله، إلى اللقاء.